تطورات متلاحقة في القارة الآسيوية إزاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما تجلى في الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الهند. الزيارة تأتي مع الجدال الذي ثار حول تعاطي الهند مع قرارات إدانة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، فضلا عن سعي الهند إلى شراء نفط روسي بقيمة أقل من المطروح حاليا في عدد من الأسواق العالمية. وخلافا لمواقف بقية الدول الأعضاء في مجموعة كواد التي تضم إلى جانب الهند أستراليا والولايات المتحدة واليابان، امتنعت نيودلهي عن التصويت على 3 قرارات أممية تدين العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، واكتفت بالدعوة إلى وقف العنف. الغزو الروسي لأوكرانيا يعتبر خطوة خطيرة تهز جوهر النظام الدولي، يجب أن نرد بطريقة حازمة. وقد نقلت هذه الأفكار مرة أخرى إلى رئيس الوزراء الهندي، وأكدنا أنه ينبغي علينا السعي إلى حل سلمي للنزاع على أساس القوانين الدولية. هذا الأمر أثار جدالا في مجموعة كواد فضلا عن بعض من الدول الآسيوية. رئيس الوزراء الياباني شدد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي على خطورة العمليات العسكرية الروسية في ضوء التطورات الحالية. الجهود الدبلوماسية التي تدشنها اليابان حاليا مع الهند أو مع أطراف آسيوية في مخاض الأزمة الروسية الأوكرانية تعكس الطبيعة السياسية اليابانية، حيث أعلنت اليابان أكثر من مرة أنها تقدر الروابط التاريخية القائمة بين نيودلهي وموسكو والموقع الجغرافي للهند. هذا كله مما يزيد من أهمية هذه التحركات السياسية.